مرحبا، انا مريم خير الله، سينيور ارتست لماك كوزماتكس بالميدل ايست. نحن هلا باك ستيج من الشو تبع اسوداري، واللوك اللي عملناه هو اي لاينر بولد جرافيك، وكمان عملنا على شفاف اللون الكرزي يلي كمان هو كمان جاي قوي. سو الاي لاينر اللي هلا عم نعمله هو مستوحى من الاربعينات بس بطريقه كثير قويه، فعملنا الحرف الفي بالزاويه، وعم بستخدم بوت بلاك لانه سواده كثير حاد. وكمان الاي لاينر مثل ما بنلاحظ كثير ستريت، مش مثل الاي لاينر اللي بنشوفه عاده. خلينا رموش كثير طبيعيه، وكمان الحواجب بس كمان عملنا لهم براش بالبراو جل. اما الشفاف عم بستخدم لون من السبرينغ سمر 2015، لون ديب تشيري اللي بيجي شوي على بيربل يلي بيناسب مجموعة الثياب لأسوداري. خلينا السكن كتير طبيعية بس بذات الوقت بتكون مات، وهيدا هو اللوك الكامل للشو.